وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. هذا الشعر من شعر أبو تمام. أكيد اليوم أبو تمام إذا شافكم حيكون مبسوط كتير، كلنا مغتربين هنا. السادة الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. السيد وسام أثار في مشاعر عندما تكلم عن نزار قباني لا أستطيع أن أصفها، سأتعداها وأدخل في الموضوع الذي خططت له مباشرة. يقول الفيلسوف الألماني كيسرلينغ في كتابه مذكرات سفر فيلسوف، يقول: إن أقرب طريق لمعرفة الذات هو السفر في هذا العالم. وهذا منطقي، فإن السفر إن أقرب طريق لمعرفة الذات هو السفر في هذا العالم. وهذا استمر دكتور. وهذا منطقي، فإن السفر والاغتراب طاقة لتجديد الذات وفطام عن المألوف، إنها تفسح الزمان والمكان للشرنقة لتصبح فراشة وتمد أجنحتها. أيها الأعزاء، هناك أبحاث علمية تؤكد هذا الادعاء، تؤكده بأدلة قوية، فإن التغرب يساعد في فهم الذات واختيار الحياة التي يرغب المرء في عيشها بعيداً عن المؤثرات المحلية، ولعلنا جميعاً قد خبرنا ذلك. كانت نتائج هذه الأبحاث نتيجة التعاون بين جامعة كولومبيا وجامعة رايس، دلت على أن الذين سافروا وتغربوا كانوا أكثر قدرة على التأمل وإعادة النظر في العادات والقيم التي يحملون من بلدهم الأصلي، مما يزيد في وضوح فهمهم لذاتهم. نعم أيها الإخوة، قد يكون الاغتراب جواباً على السؤال من أنا؟ من جميل ما يقول القديس أوغسطين، يقول: إن العالم كتاب، ومن لم يعش إلا في مكان واحد فإنه لم يقرأ إلا صفحة واحدة. في اغترابنا نتعايش مع المسلم والمسيحي والبوذي واليهودي والهندوسي والطبيعي والإلهي، فندرك مع مرور الوقت أننا أقرب إلى بعضنا مما كنا نتصور، وأن كل ما تعلمناه كان نسبياً، ونستيقن عندها أننا أيها الإخوة لسنا إلا بشر ممن خلق، وأننا لا نفضل على أحد إلا بمقدار ما نقدم للناس من خير. عندها تنهدم الحواجز بيننا لنعيش جميعاً تحت ظل الإنسانية الجامعة. وهذا يقودني للحديث عن فائدة أخرى للاغتراب. يقول جاكس أتالي، يقول: لقد أصبحنا في هذا العالم الذي كثر فيه السفر والترحال
يقول: أصبحنا مثل عالم البدو الرحالة، وكمثل السلحفاة تحمل غطاءها على ظهرها وتسافر في هذا العالم. فأصبح عندنا ذوات متعددة بحسب محطات الرحال وأين نقيم. ولكن هل يعني هذا أنه ليس عندنا ذات واحدة حقيقية، وإنما فقط ألوان مختلفة من الذوات تلعب أدوارا مختلفة بشخصيات مختلفة وفي أوقات متعددة؟ ليس بالضرورة. الفلسفة الرواقية وصفت هذا المفهوم بشكل جميل فقالت: نعم، من الممكن أن نكون مواطنين، ولكن نحمل جنسية عالمية. أنا لا أتكلم عن جنسيات جواز السفر، جنسية عالمية، ونبقى حاملين لحس أخلاقي إنساني، شيء فوق أخلاقيات القبيلة وولاءاتها التي كنا نحاول التكيف معها. انتهى كلام تالي. أنا أضيف أقول أن الحقيقة أنه كلما تغربنا أكثر وسافرنا أكثر، كلما أصبحنا عالميين أكثر، وذلك من خلال اكتشافنا للتعدد الثقافي والعالمي. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نطمح لإنشاء مرساة أخلاقية، إذا صح التعبير، تتجاوز الحدود المحلية والجغرافية. يبدو هذا أملاً بعيداً، ولكنه قد لا يكون مستحيل التحقيق. من جميل ما قاله أبيكتيتوس، وهو فيلسوف يوناني من القرن الثاني، يقول، يذكر طلابه فيقول: افعل كما فعل سقراط. عندما كان يسأل من أين أنت، فكان دائما يجيب: أنا مواطن عالمي، بدلا من أن يقول: أنا من أثينا أو أنا يوناني. أيها الإخوة، بالتعريج على ما ذكره الأستاذ وسام، يبدو مما قلته أن هذا على تضاد مما ذكره، وهذا ليس صحيح. ما أريد أن أنبه عليه في هذه العجالة أن العالمية هنا أو المواطنة العالمية لا تعني إلغاء الهوية، ولا تعني الذوبان في المحيط، كما لا تعني قلع الجذور، ولا تعني التلون بلون المجتمع المعاش، وهي كل ذلك. إنما المعني هنا فتح قنوات الاتصال مع هذا العالم والاستفادة من عطاءات ونتاجات الأمم الأخرى. أرجو أن يكون ذلك واضحاً. في الحديث عن العالمية وفي إحدى المقابلات مع الدكتور والمفكر الكبير إدوارد سعيد الله يرحمه، في إحدى مقابلاته يذكر ويتكلم عن ضرورة أن يكون المثقف مطلعاً على الأقل، حتى يكون مثقفاً حقيقياً، أن يكون مطلعاً على الأقل على ثقافة أخرى غير ثقافة المنشأ التي ولد فيها. فإن توفر هذا يجعل منه مثقفاً عالمياً ومتعدد الأبعاد. السؤال الذي يطرح نفسه هو: ليس عند الجميع القدرة على الاغتراب، أتكلم عن الاغتراب الجغرافي، فكيف السبيل إلى تحصيل ثمراته من اكتشاف للذات وتوسيع لمدارك العقل، أو ما أردت أن أسميه هنا الاغتراب العقلي؟ أنا أقول أيها الإخوة أن المثقف ذا الاطلاع الواسع والعقل النافذ والفكر الناقد يستطيع تحصيل فوائد الاغتراب من خلال قراءاته المتنوعة والمكثفة والمتعددة التوجهات، وكذلك من خلال انخراطه في النشاطات الفكرية التي تحيي الجدل العقلي وتثير دفائن العقول. وقد قالوا أن أفضل طريقة لتحصيل المعرفة إنما هي من خلال أمرين:
إما بالحوار مع صاحب عقل كبير، وإما بقراءة كتاب. أعلق على موضوع الكتاب، ليس أي كتاب، الكتاب الذي يكون فأساً يكسر البحر المتجمد فينا، ومدكاً يهدم الخرافة والأوهام عندنا. الاغتراب أعزائي، إذا نرجع للقواميس، هو نزوح عن الوطن، وكما أن هناك نزوحاً مكانياً عن الأوطان، فإن هناك أيضاً نزوحاً عقلياً يخفف من وطأة الانشداد إلى ما تربى عليه المرء، ويخلخل ما درج عليه من الثوابت والمألوف من الأشياء. قد لا تكون هذه الثوابت من نتيجة إعمال عقل، قد تكون ثوابت ناتجة من البيئة التي عاشها الشخص.